تقييمك لفرص الاستثمار في السوق المصري وتقييمك للمناخ الاستثماري في مصر؟ أعتقد في فرص كثيرة جدا في مصر للاستثمار، والآن المناخ الاستثماري أفضل بكثير يعني مما كان سابقا. والمطلوب طبعا أنه يعني من الشركات الاستثمارية أنها تدرس الفرص هذه وتبرزها للمستثمرين وبعدين تسوقها مو بس على مصر، على مستوى الخليج ككل. فأعتقد أنه في تكامل اقتصادي ومالي بين الخليج ومصر يتيح لكثير من الشركات أنها تستفيد من التمويل ومن فرص التسويق اللي ممكن تحصل إذا استثمروا فيهم شركات خليجية أنه يسوقوا منتجاتهم وخدماتهم في الخليج ومصر بدلا أن يكون في مصر فقط. التحديات التي تواجه المستثمرين الأجانب والعرب في السوق المصري؟ أول شيء المعرفة، أنه يعرفوا السوق المصري فيه إيه وإزاي هم يتعاملوا مع الفرص الموجودة. وكان في طبعا بعض التشريعات رغم أنها يعني تعتبر كافية على مصر، لكنها لا تكفي أنه الشركة مستثمرة جاية يعني عالمية أو إقليمية أنها تؤسس لها يعني مركز خدمات هنا في مصر. فأتوقع أنه هذه يعني الآن في إصلاحات كثيرة وفي تشريعات كثيرة جاية. إحنا في صدد أنه نعمل في مباشر مسح للسوق المصري ونحط الفرص اللي نشوفها ونسوقها على مستوى الشركات الاستثمارية في المنطقة العربية ككل. تقييمك لأداء السوق المالي المصري؟ هو السوق المصري يتفاعل مع أسواق المنطقة، وكل المنطقة الآن بتعاني شوية ركود، ولكن إن شاء الله متوقعين مع بداية آخر السنة يا خلال السنة دي بداية السنة القادمة إن شاء الله حيكون فترة انطلاق ونمو كبير إن شاء الله.